عندما تصاحب إنسانا مباركا سيأخذك إلى العلاء. يا شباب، عندما تجالسون كبارا سيجعلونكم كبارا، عندما تصحب موفقا سيجعلك موفقا، عندما تصحب وليا سيجعلك وليا، وعكسه بعكسه. فبعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة لأسرته مضى إلى صاحبه أبي بكر، فكانت هذه الصحبة سبب رفعة في الدارين، ما بعدها رفعة نيال سيدنا أبو بكر، لأنه كان رفيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا له، لقد رفعه صاحبه إلى أعلى رتبة في الدنيا بعد الأنبياء، الصديق أبو بكر. ابحث عن محمد في مجتمعك لتصاحبه، ابحث عن أبي بكر في مجتمعك لتصاحبه، ابحث عن الأولياء في مجتمعك لتصاحبهم، لعلهم في يوم واحد يرفعونك إلى السماء. وبعد أن بلغ أبو بكر الدعوة لأهله مضى أيضا إلى أصحابه ليدعوهم إلى الخير، فكانت البركة لهم وله في الدارين، وكان منهم مبشرين بالجنة. أبو بكر كمان ثاني يوم مباشرة 6 رفقات جابوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دلهم على الخير، وكان منهم مبشرون بالجنة. إذا بتصاحب واحد مثل أبو بكر بتصير مبشر بالجنة. بس احذر أن تصحب أبا جهل، سيرديك إلى مكان من السوء ما بعده سوء. وهكذا كان كل صحابي يدعو إلى الخير أصحابه وأصدقاءه بعد أن يدعو أهله وأرحامه، فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا ووصلته رسالة الإسلام. أسلم منهم من أسلم، وبقي على دينه من بقي، لكن الصحابة نالوا شرف التبليغ، ونالوا شرف قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنتم أيها الإخوة تؤمنون بالله، فكونوا من الذين يأمرون بالمعروف ولا يتوقفون، وينهون عن المنكر ولا يتركون. والمأمول من كل مسلم اليوم أن يحمل هم الرسالة التي حملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوصلها على أقل تقدير إلى أهله وأرحامه وإلى صحبه وأصدقائه، لنكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، محتفلين به، متمسكين بسنته.